كنت بالقرب من مدينة صباح الأحمد ورأيت أن الفجر الصادق قد تأخر عن موعد الفجر المذكور في التقويم بما يقارب 20 دقيقة. لا، الإنسان في المدينة لا يمكن أن يميز بين الخيط الأبيض والخيط الأسود، وإنما الذي يميز بين الخيط الأبيض والخيط الأسود من كان في وسط البر أو كان في وسط البحر. أما في المدينة وجود الأنوار وغيرها هذه لا تجعل الإنسان يقيم هذه الأمور من خلال النظر العادي الذي ينظر به الناس. وقت الفجر صحيح، وجاء سؤال إلى هيئة الفتوى في المملكة العربية السعودية أيام الشيخ عبد العزيز بن باز الله يرحمه وغيره من أهل العلم، وعرض نفس الكلام أن أذان الفجر يؤذن قبل الوقت، فاجتمعت اللجنة وشكلت لجنة أخرى من داخلها، ثم طلع القرار بأن أذان الفجر صحيح. فلا ينبغي الناس كل فترة وفترة يثيرون هذه القضية بين الناس وأن أذان الفجر غير صحيح، وأن لا يجوز هذا الكلام.